اتحاد الأدباء والكتاب هذا اليوم بتأسيس بذكرى تأسيس الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني، وقد ضم هذا الاحتفاء نخبة من الشعراء المبدعين من أبناء ميسان الذين كانوا حاملين في قلبهم نبض الحب والجمال لهذا الجيش العقائدي الذي سطر أروع الملاحم في سوح المعارك. رغم ما مر بالعراق من آلام وجراحات إلا أنه استطاع أن يضمدها. في احتفال اتحاد أدباء ميسان ذكرى تأسيس الجيش العراقي قرأت قصيدة عن الحرب والجنود، أخذته من جانب آخر ليس احتفاليا، لأن الحرب والجنود هما صورة لكارثة مستمرة برأيي، لأن الحرب هي دمار ما بعده دمار. ما نتكلم يعني ما راح نقدم في شيء، لو ما الجيش العراقي أعتقد لا لنا إحنا كمواطنين خصوصا بعد معركة داعش. إني جيشنا الباسل سور الوطن وكل عام وهو في خير، ويبقى جيشنا صامدا أبيا يطرد الشر عن الحدود في كل زمان وكان. خصوصا الروح الوطنية تبث من خلال الأدب، الأوطان تعشق في آدابها، الأديب يمثل صورة بلاده، فاتحاد أدباء ميسان وبوصفه معنيا من الناحية الثقافية والأدبية بالمشروع الوطني بصورة عامة فأقام هذه الأمسية. هو من أجل تمتين آراء المحبة ما بين الأدباء والمثقفين وقواتنا الأمنية التي بذلت الغالي والنفيس من أجل تحرير أرض العراق وحمايته، سعيا منها في إنجاح العملية السياسية وكذلك من أجل بسط الأمن والأمان، من أجل حياة حرة كريمة للعراق والعراقيين.